في عيد الشغل العالمي الذي خلدته مركزيات نقابية بتنظيم تجمعات خطابية وتظاهرات بمختلف مدن المملكة ومنها الدار البيضاء، أكدت هذه المركزيات حرصها على إنجاح الحوار الاجتماعي لما فيه مصلحة الطبقة العاملة والتزامها الدائم بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة والحقوق المشروعة للطبقة الشغيلة وبحماية القدرة الشرائية للأجراء. وفي هذا الاتجاه دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى الاستمرار في مسار الحوار الاجتماعي وإعطاء فرصة جديدة للتفاوض مع إعادة النظر في مضامين مشروع العرض الذي تقدمت به من خلال بذل مجهود إضافي من شأنه تجويد وتحسين مضامينه، كما طالب بتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومنها الحق في الصحة والسلامة المهنية والحماية الاجتماعية وبمنظومة الحقوق الأساسية بصفة عامة سواء منها الفردية أو الجماعية، علاوة على تحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء. واعتبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل من جانبها أنها لن تدخر جهدا في القيام بأدوارها المتعلقة بالدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد ودعم الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة وفي سقف المقترح المغربي الخاص بالحكم الذاتي. الفيدرالية تابعت أن الانتفاضة الأخيرة لكل مكونات الشعب المغربي جعلت مخطط الخصوم بالدخول إلى المنطقة العازلة المغربية ومحاولة إقامة منشآت فوقها وفرض واقع جديد على الأرض يرتد إليهم من خلال قرار مجلس الأمن الأخير الذي أنصف ولو جزئيا الموقف المتزن للمغرب وأربك المحاولات اليائسة لجبهة البوليساريو أمرها بالانسحاب من القرقارات ومنعها من التواجد في المنطقة العازلة.